السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم، ولقاء يتجدد كل سبت بعد منتصف الليل، وبرنامج قرآنا يمشي، وبصحبة العالم الجليل فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، عشان نبحر ونطوف حول محاور ثلاثة دائمة معنا: محور تنوير التفكير، وتنوير السلوك، وتنوير المعاملات. ثم نبدأ بهدية وننتهي بقصة، هي دي حياتنا معاكم إن شاء الله، وأرجو أن أنتم تستمتعوا معنا النهاردة. الحقيقة الحلقة الثامنة اليوم بعنوان أتدرون من المفلس؟ إن شاء الله بإذن الله هنتكلم طول الحلقة عن هذا العنوان الرائع الجميل، ولكن خليني أذكركم أنه كان في سؤال الحلقة الماضية، وكان لماذا يقبل العلماء على دين الله؟ وجت لنا اتصالات وجت لنا رسائل كثيرة جدا، والدكتور الحقيقة بعت لمجموعة كبيرة من اللي جاوبوا على هذا السؤال نسخة من كتاب الدين الحق، هذا الكتاب الرائع الذي يحمل الكثير والكثير من كلام النبي وآيات القرآن الجميلة والمعجزات، وأرجو أن تطلعوا عليه جميعا إن شاء الله. فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا بحضرتك، وهذا اللقاء اللي بيتجدد مع فضيلتك، وعايزين حضرتك نتكلم على سؤال الحلقة الماضية. لماذا يقبل العلماء على دين الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الآن كل الدنيا تشاهد السادة العلماء في كافة المجالات يقبلون على دين الله عز وجل، حتى أن تستطيع أن تقول أن تقريبا، لا نقول كافة أكابر علماء العالم، ولكن معظم أكابر علماء العالم أقبلوا على دين الله عز وجل. فما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك هو عنصر الموافقة. الله، الموافقة. نعم. من رحمة الله تبارك وتعالى أن وعدنا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الله، أصبح الحديث بما تعرفون، بما تقبلون، بما لا تنكرون. يعني لابد أن نرى ما أخبرنا به ربنا حتى نتأكد أن ما نراه بأعيننا هو ما أنزل إلينا من ربنا. وهذا نص الحديث في صحيح مسلم، لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام وجمع الناس وقال: أتدرون لما جمعتكم؟ أما إني لم أجمعكم لرغبة أو لرهبة، ولكن تميما الدري كان رجلا نصرانيا فجاء وبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي أحدثكم. كان على المسيح الدجال والدابة وما إلى ذلك، رأى ذلك بعينيه. بالجملة عنصر الموافقة، حتى إن أحد الملوك السابقين قال لوزيره: أين السعادة؟ قال: في الموافقة. الله. فلذلك المؤمن هين لين سهل الجانب، حتى أن يعني الحديث يقول: إنما المؤمن كالجمل أينما قيد ينقاد. الليونة هذه هي سر السعادة. نعم. الموافقة. نعم. أنه هذا يعني هؤلاء العلماء الأجلاء الكبار في كل تخصصاتهم لما يقفوا أمام آيات القرآن الكريم. نعم. وأحاديث النبي ويجدونها متوافقة تماما. نعم. مع ما رأيناه بأعيننا، بل أكثر دقة. نعم. مما وصفوه هم في كتبهم. نعم. فلا يعني يكون أمامهم إلا أنهم. نعم. يتوجهوا إلى الله. نعم. ويعترفوا بأن هذا هو الدين والحق. نعم. نعم. الله أكبر. نعم. دكتورنا النهاردة الهدية هدية جميلة أوي. نعم. هدية البرنامج النهاردة عن حيرة العلماء في تفسير قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة. الله. يعني بنتكلم عن الجنين في مرحلة المضغة. نعم. وقد إيه الموضوع ده حير كل علماء الأجنة في العالم. الله أكبر. ولم يجدوا إلا أنهم يرتاحوا على سفينة هذه الآية الكريمة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله تبارك وتعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. كان العلماء يعني في حيرة، كيف تكون مخلقة وكيف تكون غير مخلقة؟ وتفاسير كثيرة في هذا في هذه الآية الكريمة، حتى أراد الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى هو الذي وعدنا وقل الحمد لله سيريكم آياته، لابد أن نرى ذلك بأعيننا.
الله تبارك وتعالى أراد لهذا العالم الجليل البروفيسور مارشال جونسون، وهو من أكابر علماء النساء والتوليد في العالم، فقرأ كتاب البروفيسور كيث إليمور Developing Human with Islamic Additions بالإضافات الإسلامية، فأسلم لله رب العالمين، قال هذا كلام الله سبحانه. فبعدما أكرمه الله تبارك وتعالى بنعمة الإسلام، قام بعمل تشريح للمضغة لهذه المضغة. فلما عمل تشريح للجنين في مرحلة المضغة كانت نتيجة عجيبة، إن قال إن هذه المضغة تنقسم إلى جزئين، الجزء الأول سمى الجزء رقم واحد، والجزء الثاني سمى الجزء رقم اثنين. وجد إن الجزء رقم واحد تخلقت فيه أجهزة الجسم، والجزء رقم اثنين لم يتخلق فيه شيء. وقف أمام كل الدنيا وهو يعلن لكل الدنيا، يعني أي واحد فينا يكتب كلمة مارشال جونسون بيشوف هؤلاء العلماء بالصوت والصورة كيف يقبلون على دين الله تبارك وتعالى. نعم. فقال إذا وصفنا هذه المضغة أنها مضغة مخلقة وفقط، هذا يصدق على الجزء رقم واحد ولا يصدق على الجزء رقم اثنين، وإذا وصفنا هذه المضغة أنها مضغة غير مخلقة، هذا يصدق على الجزء رقم اثنين ولا يصدق على الجزء رقم واحد. إذن لا يمكننا أن نصفها وصفا علميا إلا بما وصفه الله في القرآن الكريم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. الله. ثم اختتم كلمته قائلا، كل الدنيا الحمد لله تشوف هذا الكلام بالصوت والصورة، قال لذلك لم يبقى إلا أن نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني الموافقة برضو كتمشى معنا في هذه الحالة. نعم. الموافقة. نعم. ربنا يحفظك يا دكتور. احنا النهارده في محور تنوير التفكير. التفكير. يعني اتيتنا بشيء جميل. نعم. اتدرون من المفلس؟ نعم. وهو الحديث الجميل الرائع. نعم. اللي غير مفهومنا كلنا عن انه ليست بالنقود ولا بالاموال. نعم. ولكن باشياء اخرى. نعم. فنطلب الشرح من فضلك. نعم. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم اذا اخبرنا بشيء فهو صلى الله عليه وسلم انما يخبرنا عن الحقيقه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. ولا دينار. وهذا صحيح، من لا درهم له ولا دينار هذا مفلس مزبوط، ولكن حقيقة المفلس، حقيقة المفلس الذي قام بأعمال كثيرة، من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أعمال كثيرة من الخير، ولكن جاء وقد آذى الآخرين، شتم هذا ونهب من هذا يعني آذى الآخرين. لذلك هذه المرأة التي كانت تقوم الليل وتصوم النهار شيء عجيب. نعم. قيام الليل صيام النهار شيء رهيب 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 عالي في الأعمال الصالحات، إلا أنها كانت تؤذي جيرانها. إلا أنها كانت تؤذي جيرانها. فلذلك الحديث لما قال يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة كثيرة ولكن يؤذي الآخرين، فلذلك كف الأذى أمر مهم جدا في رحلة هذه الحياة. لذلك تسمع ناس كثير جدا يقول لك أنا ما بأذيش حد، هذا كلام جميل، وأنا أيضا أطلب من الله أن أنا ما أذيش حد. وحتى إن أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر قال كلمة بطريقة عفوية وتأذى منها سيدنا بلال. نعم. فالرسول عليه السلام قال لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. الله أكبر. فسيدنا أبو بكر جري بسرعة. يعني هكذا المؤمن يكون حريص، رجوع. نعم. يكون حريص، وما في إنسان لا يخطئ، ولكن كل إنسان يأتي عنده نعمة الإيمان يكون تواب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني كثير الرجوع إلى الخالق سبحانه وتعالى. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه يعني انطلق بسرعة وقال يعني لعلي أغضبتك يا أخي، فقال ما عليك يا أخي، يعني يستسمح في ذلك. نعم. الرجوع. نعم. عن إزاء الآخرين هذا أمر دي رسالة جدا لكل اللي بيسمعونا دلوقتي. نعم. وكانت يعني عندهم هذه المعصية. نعم. معصية القدرة على إزاء الآخرين. نعم. يرجعوا لهم التوبة ويرجعوا. نعم. وهذه القدرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعلها عند الإنسان يستطيع أن يؤذي نفسه ويستطيع أن يؤذي الآخرين، هذه القدرة ربنا أعطاها اختبار.
إن قدرة الله أعظم مني، خوفي من الله أعظم من كل شيء، تقوى الله أعظم من كل شيء، فيمتنع عن الإذاء حتى ولا تخن من خانك، سبحان الله، يعني حتى من أذاك لا تؤذيه. الله نعم. من أذاك لماذا؟ لأنني أنا أخاف من الله. لا تؤذي من أذاك لا تؤذيه. نعم. يعني المفلس يعني لا مجال للشيطان أن يخدع الإنسان، لا مجال له، لا مجال له في ذلك، إلا لقدر الله أن الإنسان أعوذ بالله يخدع نفسه، أعوذ بالله، هذه من قلة الإيمان، أعوذ بالله. يعني أنا دكتور فهمت من حضرتك أنه المفلس من جاء يوم القيامة ولديه حسنات كثيرة جدا ولكن يؤذي الآخر، ولكنه يؤذي الناس، جاء وقد شتم هذا ونهب مال هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه، أخذ من سيئاتهم على عليه. على على سيئاتي ثم أعوذ بالله طرح به في النار، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. هنا بقى إيه؟ أفلس. الله يعافيه. يعني أفلس بما يعني جاء به ولكنه ترك في الدنيا هذه الأبواب مفتوحة، باب الإزاء، فبيختص منه يوم القيامة فيبقى مفلس يعني. وده عنوان المفلس عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المفلس اللي هو بيأذي الناس، فكل الناس بتاخد منه يوم القيامة ويلاقي نفسه ما فيش، باب العكس بيشيل من أوزارهم كمان. اللهم عافينا جميعا يا رب. طيب يا دكتور، ده كان تنوير التفكير، وعندنا في تنوير السلوك العبادة في الخلوة. الله. وهي يعني هذه العبادة اللي يعني نسأل الله العظيم أنه يعين كثير من الناس عليها، لأنه يعني أكادت تنقرض يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. العبادة في الخلوة سهلة، يعني من الممكن أكون في وسط الناس وجالس في وسط الناس ولكن قلبي من الداخل يذكر الله. نعم. أذكر الله، لا إله إلا الله حسني، ومن دخل حسني أمن من عذابي، قلبي يقول لا إله إلا الله، فأنا أذكر الله وأتوجه إلى الله بالدعاء، ومثلا عندي رأي أقوله أتوجه الله يا ربي نورني في ذلك. هذا التوجه هو عبادة في الخلوة. وكذلك يكون الناس نيام، وأن يصلي العبد والناس نيام، الصلاة بالليل والناس نيام، هذه أيضا من الخلوة. لكن ما المقصود من العبادة في الخلوة؟ الإخلاص. الإخلاص. الإخلاص يعني الصيام. ما المقصود من الصيام؟ أن نتحصل على نعمة التقوى. ما المقصود من الصلاة؟ أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما المقصود من الزكاة؟ إخراج الشح، وهكذا. طيب ما المقصود من العبادة في الخلوة؟ الإخلاص. طب مفهوم الخلوة هنا حضرتك، أنت هنا في خلوة مع بعيدا عن الناس، وفي خلوة بعيدا عن النفس. نعم. يعني أنا أقصد، يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذه في وسط الناس وأنا أذكر الله في نفسي، هذه خلوة. لا يطلع عليه الآخرون. وكذلك ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. طيب أنا في أجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا يا رسول الله إننا نستحي من الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن من استحي من الله حق الحياء فإنه يحفظ القلب وما وعى. القلب في أي شيء أنا أفكر معي ربي سبحانه وتعالى، هذه خلوة بيني وبين ربي. ويحفظ البطن وما حوى، ويذكر الموت والبلاي، دائما يذكر أنه في خير، وأذكر لقاء ربي سبحانه وتعالى. هذه الخلوة، المقصود من العبادة في الخلوة الإخلاص. يعني إيه الإخلاص؟ أن تحجزه عن محارم الله. يبقى أخلص إزحك. دينك يكفيك من العمل القليل. يعني الذي يقول أنا ما بأذي أحد، أنا ما بتحدى أحد، هذا أمر جميل وعظيم، هذا أمر عظيم جدا، إن الإنسان حتى وإن كانت حسناته قليلة لكن يمتنع عن إيذاء الآخرين، يمتنع عن المخالفات. أخلص دينك، كيف يخلص دينه؟ أن يمتنع عن محارم الله. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قيل وما أخلصه يا رسول الله؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. يعني اللي جه في ذهني دلوقتي اللي هو الحديث بتاع أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم نعم. وقالوا علمنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال أن تكفه عن أذى. نعم.
الإزاء هنا ذكر في أنه أنا ممكن كمان مش أذي الناس وممكن أساعد الناس هم ما أذوش نفسهم. الله. وهذه برضو تأتي في مرتبة من مراتب الإخلاص. هذا نصر. نعم، يعني أنت نصرته بأن منعته من 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 الانهيار. يعني حجبته عن نفاذ الحسنات منه، حجبته عن تراكم السيئات عليه. بماذا؟ أن منعته من إيذاء الآخرين. منعته من إيذاء الآخرين، يعني أنا كان حد أن ترده عن إيذاء. حد بيكلمني بيقول لي كان يعني هو شخص مدخن وكان دايما إيه يعني هو حيي يعني، فلما حد يقول له مثلا إيه هات سيجارة يا فلان ربنا يعفينا ويعفيهم يا رب، فكان بيستحي فبيديله. فكنت توجهت إليه قلت له يعني أنت في غنى عن إنك يعني تديله الموضوع دوت وتزود سيئاتك وتزود سيئاته وبعدين هيرجع يحاسبك على الكلام ده يعني. فبرضه رسالة من حضرتك لكل السادة والإخوة ندعي لهم بأن ربنا يعفو عنهم، وإنه اللي يعني عنده ابتلاء ما يساهمش في إنه يعني ينشر. وهنا نقطة أيضا مهمة، أن نتعاون، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ترك التعاون في الإثم والعدوان وأن نتعاون في بذل المعروفات، تعاونوا على البر والتقوى، وأن نمنع بعضنا البعض عن الإيذاء، هذا أمر مهم. يعني في كتب الفقه رد صولة الصائل هذا من الأمور الـ يعني التي لها الأولوية في التعامل. نعم، يعني صد صولة الصائل لما يكون إنسان يعني منفعل وهذا الانفعال يؤدي إلى مشكلات كثيرة، كونك إنك تصده وتكبح جماح نفسه هذا له الأولويات. نصرته كده يعني. نصرته، لأن سبحان الله قضية كبح جماح النفس تقريبا من أعظم القضايا التي تواجه البشرية وتواجه المجتمعات والدول والدول الكبيرة والصغيرة، كبح جماح النفس. يعني يا دكتور هنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. أعلم ناس كثير جدا فعلا يعني خيرة وبتتعاون على البر والتقوى ولكن لا تتعاون على ترك الإثم والعدوان. ترك الإثم والعدوان بيتعاونوا في بعض الأحيان على الإثم والعدوان. فهنا بقى دوت اللي هو يفعل الخير المفلس ويضيع. هنا مفلس. نعم، يفعل الخير ثم يضيع الخير. الله، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. يعني يجب أن الناس تتحرى بقى. نعم نعم. فلذلك أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما هذا أمر مهم جدا. يعني منع الإنسان عن أن يظلم نفسه أو يظلم غيره هذا أمر من الأمور المهمة جدا. نعم، ربنا يحفظك يا دكتور. اللهم يعني احنا الاصل المحور ده كبير. نعم، وفي كلام كتير لانه يعني حوالينا في المجتمع لما بنسقطه على الواقع اللي حوالينا بنجد فيه حاجات كتيره جدا موجعه يعني. نعم، يعني تؤلم يعني ان احنا ما بنتعاونش على البر والتقوى. نعم، بشكل يسمح لنا ان احنا نحافظ على حسناتنا دي. امر مهم جدا نكون عارفين عظيم كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم، لا اله الا الله أن تحجزني عن الإيذاء، تحجز العبد عن التعدي على الآخرين، تحجز العبد عن محارم الله عز وجل. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنظر إلى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كم كان فيها من الرحمة، حتى أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما أخذنا في الحلقة الماضية كما أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن أصل من قطعني، الله أحسن إلى من أساء إلي، حبيبي يا رسول الله أعطي من حرمني. يعني الإنسان يكف الأذى حتى عن من أذاه ولا تخن من خانه. فكيف بعامة الناس الذين لم يأتني منهم إذا واللي بيأذونا في رسول الله يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين يأذوننا في رسول الله ولا يكفوا. يعني هنا نقول نقطة مهمة جدا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يعني ذكر، حتى يعني سيدنا أبو هريرة لخص هذا الكلام في كلمة واحدة، قال ما يبكيك يا أبو هريرة؟ قال إن كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي تأبى علي، فدعوتها اليوم
فأسمعتني فيك ما أكره. الله. لم يذكر ماذا قالت. لا نذكر هذا الكلام، لا نذكر هذا الإيذاء، لا نذكر هذه التفاهات. لماذا؟ إحنا باللهجة المصرية بنقول ما شهد مكان لم بلغك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الستر. يعني الكلام البذيء أحقر من أن يذكر، أقل من أن يذكر. مش هنقول يا دكتور، ولكن إحنا موجوعين كلنا. نعم. من هؤلاء الذين يتطاولون على خير البشر، ندفع إليهم الحق ويكون ذلك سببا في إسلامهم. وكل الناس الآن الحمد لله شافت هذا المخرج الهولندي وهو واقف في, 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 في الروضة الشريفة ويبكي بعدما ما يعني فعل أفاعيل يعني يبكي لها كل مسلم. الآن كل الدنيا تشاهده وهو يقف في الروضة الشريفة هو يبكي، يصلي ويبكي. كيف يعني كيف آذى المسلمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حضرني موقف حضرتك قصته علينا في لقاء من لقاءاتنا ديت، هو عمدة إيطاليا. نعم. لما سئل ما دفعك إلى نعم. الإسلام، قال كالكلمات الرائعة، قال الجميلة. إن السبب الذي دعاني لدراسة الإسلام هو ذلك الهجوم الشرس الذي رأيته على الإسلام، فأحببت أن أعرف ما هو الإسلام، في إيه يا جماعة، فأكرمني الله بهذه النعمة العظيمة فأسلمت لله رب العالمين. أجد في كلام حضرتك يعني نقطة نور، بؤر الضوء. آمين. فإنه هذا الهجوم الشديد على سيدنا النبي وعلى الإسلام لا نذكر شيئا منه، يكون إن شاء الله مدعاة إلى أن احنا ربنا يسلك صدرنا بدخول عدد كبير من الناس. السلف الكرام قالوا كلام جميل. قالوا كنا نستفتح حتى إذا وقعوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تباشرنا بالفتح. مادام غلطتوا سيدنا محمد، طب ربنا بقى إيه هيفتح. إحنا بنستبشر يا دكتور بكلامك. قالوا تباشرنا، عسى إن ربنا يسلك سبلنا. ولا نذكر الإيذاء. يعني حتى إن إنسان يعني عاب في وقال كلام في أذى لا أذكر هذا الكلام. لماذا؟ قال فلما عثرت الدابة فقال رجل من القوم تعس الشيطان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك، فإنك إن قلت ذلك فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. ونحن نقول بسم الله حتى يتصاغروا ويصبحون نعم. مثل الذباب إن شاء نعم. الله. معنا اتصال يا دكتور قبل ما نروح للمحور الثالث. معنا اتصال أستاذة هالة. أيوة السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل بس فضيلة الشيخ على حاجة لو سمحت؟ مرحبا تفضلي. بص حضرتك، انا كان عندي بنت مخطوبه وفجاه كده سابوا بنتي، بس انغدر بيها، يعني فجاه كده انغدر بيها، فبنتي يتيمه انكسر خاطرها. فكل وقت هي بتقعد تحاسبن عليهم عشان هي ما عملتش حاجه غلط. كان لاخر وقت كان ممكن بنجامل باقصى حد يتوقعه، اصبح المجاملات دي هم بيتكلموا فيها ان دي تقليل مننا، ان احنا اشترينا ابنهم، فكانوا بيعملوا بيسووا بيجوا بيروحوا بيجاملوا بيعملوا، فلقينا احنا اللي احنا يعني احنا مظلومين ومش عارفين ناخد حقنا. فكل شويه احنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل في فلان وفلان وفلان اللي هم خسروا بخاطر بنتي. هل ده يجوز؟ هل ده لاني لغايه دلوقتي انا ما عرفتش ارد عليهم في اي حاجه ولا اتكلمت في اي حاجه وسبت الموضوع زي ما هو كده؟ بس بنتي يعني دخل السنة ونص على ناس وخطوبة علني وقدام الدنيا كلها، وفجأة تتساب علشان سبب هيف جدا، وفي الآخر قالوا حاجة واحدة بس، إحنا مش هنقدر على مصاريف البنت دي، المستوى بتاعهم أعلى من مستواي. وده حاجة على فكرة مش مظبوطة، لأني أنا اتوضعت جدا 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 معاهم، وكنت مبسطة الأمور جدا، لأن قلت اشتري ناس بيحبوا بنتي عشان هي وحيده احسن ما اروح اشتري مال ودنيا، فانا عندي امكانيات ممكن اقدر اساعد بيها. فدي الغلطه الوحيده اللي انا عملتها، ان انا اتوضعت وان انا ما حبيتش احط فروق. بس هل كلمه حسبي الله ونعم الوكيل احنا بنقولها على حق على فكره، حلال ولا حرام؟ في حاجه حاضر. سؤال ثاني طبعا، سؤالك الاول بس دلوقتي اسمعي سؤالك الاول دلوقتي هسمعك السؤال الثاني بس. سؤالك الاولاني هو انه هل يجوز اني انا احاسب على احد وانت تعلمي ان بنتك وانت مظلومين في الموضوع ده؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني ان انا في احدى القنوات كنت دايما متابعاها، بس بعد طبعا احداث ثوره يناير
او بعد مثلا 2013 بطلت ان انا اسمعهم لان شفت معظم الشيوخ وكان شيوخ اجلاء جدا بيحضروا في رابعه، فخفت بقيت خايفه ان انا افتح القناه، خايفه ان دماغي تتشوش، خايفه اي حاجه، فما بقتش الجا كده. طب انا اخد قران منين وانا قاعده في ست البيت؟ انا بالصدفه بقلب، انا ممكن شفت حضرتك قبل كده مره بس انا مش متابعه البرنامج باستمرار، لكن كان فتره الصبح كنت بقعد ادور على البرامج الدينيه. دلوقتي فتره الصبح حتى لو هدور على برامج دينيه معظمها كلها عن التبرعات ومفيش البرنامج اللي هو هيقوي ديني او يخليني قريبه من ربنا زي ما كان الاول. البرنامج اللي بتاعه القناه احدى القنوات كان على طول شغال دروس كده، خفت حتى هم قالوا في البرنامج، خفت ان انا عند افتح القنوات قليل جدا من بسمع القنوات دي، هاخد ديني منين يا شيخ دلوقتي وانا قاعده في البيت وما بعرفش ان انا ممكن ازاي اثقف نفسي؟ حاضر، انا برضو هنرد على حضرتك انه ازاي يزيد الدين في البيت وازاي نقدر نحصله ان كان من القنوات، بعض القنوات الفضائية او من بعض الاماكن اللي هي ينفع وموثقة وينفع ناخد منها الدين. حقيقة نسمع فضيلة الدكتور مجدي لحضرتك حالا، جزاك الله خيرا، وانا بدعي لك اسال الله العظيم انه يجبر خاطرك انت وبنتك ويعوضكم خير ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. ونسمع كلام الدكتور مجدي، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في نقطتين مهمين جدا، النقطة الأولى إن ضروري من الاسترجاع، أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لأن هذا قول فصل. ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه، حتى لو قالها ألف مرة، حتى لو قالها ألف مرة. يعني إحنا هي مطالبة دلوقتي يا دكتور إن هي تقول تسترجع. هذا أمر مهم جدا. نعم. إن الله تبارك وتعالى يأجرها في مصيبتها ويخلف لها خيرا منها، إنه يصلحهم ويجوا أو يجيب أحسن منهم، كل هذا وارد. لكن الأمر المهم جدا اللي لابد نعتقده في أنفسنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هقول حديث مرتين عشان يفهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقضي للمؤمن شيء إلا وهو خير له. الله. إن الله لا يقضي للمؤمن شيء إلا وهو خير له. الله. هذا أمر مهم جدا، وأرجو أن نردد هذا الحديث مع بعض. قال رسول الله، والحديث في السلسلة الصحيحة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقضي للمؤمن شيء إلا وهو خير له. إلا وهو وهذا أيضا إجابة السؤال الثاني، إن احنا في خير عظيم وفي كل يوم إن شاء الله يكون خير أحسن وأحسن وأحسن ببركة الإيمان. نعم. لكن الإيمان عندما يقل أو ينتفي هنا تكون المشكلة، بئر معطلة وقصر مشيد تأتي بقلة الإيمان، تأتي من عدم الإيمان أعوذ بالله. ولكن مع وجود الإيمان، مع وجود شكر الله عز وجل، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لما يجي اليوم من الأيام أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونشكر بعضنا، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، في هذا الوقت الله تبارك وتعالى يزيد لنا من الخير. وكذلك نكون متأكدين أن بنعمة الإيمان عندما تزيد لا بد أن يكون كل شيء في القضاء. إن الله لا يقضي للمؤمن شيء إلا وهو خير له. وكيف يزيد الإيمان؟ أنا في بيتي أقرأ كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أسمع كل شيء مفيد. والآن الحمد لله ما شاء الله علماء الأزهر في إذاعة القرآن وفي جميع الإذاعات بفضل الله تبارك وتعالى، لا يمكن أبدا أن أجلس أمام أحد العلماء إلا ويزيد إيماني بإذن الله. نعم. وانا يا ابلة هالة بكلم حضرتك وبقول لك انه يعني قولي لبنتك ما تبقيش خايبه، ده من فضل ربنا عليكي ان ربنا اختار لك، ان ربنا اختار لك، عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يهيئ ليكي شيء جميل. انت بتقولي ان هي يتيمه، ان شاء الله ربنا هيعوضها خير ويجي لها حد افضل وافضل يراعيها ويحتويها ويحافظ عليها ويجبر خاطرها، لان اللي بيكسر خاطرها ده ما كانش اختيار سليم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان من حكمته ان هو يبقى مش موجود في سكتكم ولا في برواز حياتكم، فما نزعلش وما ناخدش بالنا من الكلام اللي بيتقال ده، ونركز ان شاء الله ايماننا يزيد، وبندعي ربنا وبنسال ربنا انه يعوضنا خير ان شاء الله، وربنا هيعوضكم خير ان شاء الله باذن الله. بس ما ندعيش على حد، عشان ايه؟ المفلس، احنا لسه بنتكلم اهو، اتدرون من المفلس؟ مش عايزين حسناتنا تضيع
على ناس ربنا يهديهم ويصلح حالهم، لا احنا عايزين حسناتنا تبقى مستمره ان شاء الله بالدعاء وبالرجوع الى الله وبالبحث عن القنوات المفيده الجميله. والقنوات موجوده ان شاء الله، والازهر زي ما الدكتور قال يعني علماء موجودين في كل القنوات. اسال الله العظيم انه ربنا يكبر خاطرك انت وبنتك ان شاء الله. دكتورنا معانا تليفون كمان وبعدين نروح للمحور الرابع. طيب. معانا تليفون الاستاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا فضيله الشيخ، عامل ايه؟ ربنا يكبر خاطرك ويحفظك ويبارك فيك. الله يخليك، الله يبارك لك. انا اتزوجت من النساء اثنين، اتزوجت واحده وطلقتها وكانت كل شويه تقول لي طلقني 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 طلقني. فصلنا وكل واحد راح لحاله. تمام. فطبعا اتزوجت زوجة تانية، خلفت من الأولانية بنتين ومن التانية بنتين. والتانية كل شوية تسيب البيت وتمشي من ورايا، تلم اللي في البيت من الألف للياء، من فلوس. مين التانية؟ لورق، لأي حاجة. يا أستاذ محمود، مين التانية تقصد؟ مين الزوجة الأولى اللي راحت لحالها ولا الجديدة؟ الزوجة اللي راحت لحالها الله يسهل لها، معايا منها بنتين. مين اللي بياخد اللي بيلم البيت؟ الزوجة التانية. الزوجة الجديدة اللي أنت معاك منها بنتين. اللي معايا منها بنتين برضه. آه. فجينا في يوم انفصلنا انفصال كده، قالوا لي طلق، قلت لهم لا أنا ما بنطلقش. تمام. رحت تاني نجيبها برضو، واخد بالك، قالوا لي لا احنا عايزين نطلق، قلت لهم انا مش بتطلق. راحوا مبعتين لي عيالي، عيله عندها 4 شهور. تمام. فاتضح لي، كان حصل عندي سرقه وبتاع، فاتضح لي ان اخوها اللي سارق البهايم لمؤاخذة بتاعتي والمواشي بتاعتي، ومش عارف نجيبه في سكه عدله، ومش عارف انا اللي فيها غلط ولا هم اللي فيهم غلط. طب السؤال ايه بقى؟ السؤال انا عايز اعرف في حاجه غلط عندي. الست دي لما بتجيلي بيحصل عندي كركبه ومشاكل ياما، وقلبي مش مطمن، واحس ان في حاجات غريبه بتحصل. طيب حاضر. حاضر يا استاذ محمود، نرد على حضرتك. حاضر. ماذا يفعل هذا المسكين اللي هو جرب حظه اكثر من مره في الزواج، وعنده 4 بنات، بنتين من الاولى راحت لحالها وكافيه خيرها شعرها، والثانيه اللي معاه منها بنتين كل ما بتبقى موجودة في البيت بيحصل مشكلات، واكتشف ان اخوها كمان بيسرق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله نصيب شيء بسيط جدا وشيء جميل جدا ومهم جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه الله من أمر الدنيا والآخرة. نعم. يعني نوصيه بهذه الأذكار. نعم. صباحا ومساء. والأمر الثاني السعي في الإرضاء لوجه الله، ويرضين بما أتيتهن كلهن. الحصول على الرضا صحيح موضوع صعب، ولكن نستعين بالله عليه. يعني يراضي زوجته؟ يستعين بالله على إرضائها، ادفع بالتي هي أحسن. يستعين بالله على إرضائها. وقد يكون الحصول على الرضا يعني أمر مكلف، أمر مرهق، أمر، لكن يسعى في ذلك. وإن أجرك على قدر نصبك ونفقتك، يعني بقدر ما يبذل من المجهود وبقدر ما يبذل من النفقات بقدر أجره عند الله سبحانه وتعالى. اسمح لي يا دكتور، معانا الاتصال عم يسري. السلام عليكم يا استاذنا. مرحبا، اهلا وسهلا بالغالي، اتفضل. بحيي حضرتك يا معالي الدكتور وسماحه معالي الشيخ. ربنا يكبر خاطرك ويحفظك ويبارك فيك. ربنا يحفظكم. وبنحيي قناه الصحه والجمال، قناه متالقه وعظيمه وقناه كل بيت. ربنا يحفظك ويبارك فيك من اصلك. الله يعلي قدرك. عنوان الحلقه جميل ومفيد، ونحن أحوج ما نكون في كل مكان لعنوان الحلقة. نعم. تذكرون من المفلس، حديث سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأستاذنا معالي الشيخ يعلم أن الأعمش ومهران 2 علماء من الحديث. نعم. الأعمش كان عنده عمش في عينيه، والأعور كان عنده عور. نعم. وكانوا يمشون في الطريق، فقال مهران للأعمش: إحنا كده هنمشي، الناس هيعيبوا علينا ويقسمون. قال له: دعنا نمشي ويأسمون. قال له: لا، نتفرق ويسلمون. الله.
شوف الحفظ الله. شوف الحفظ حفظ المسلم للمسلمين. الله نعم. قال له لا احنا نتفرق احسن والناس تسلم منا عشان ما يأسوش. شوف ان الانسان بيبقى حريص على خلق انسان ازاي. نعم وذكر ان في غزوه من الغزوات استشهد فيها غزوه من غزوات سيدنا المصطفى استشهد فيها شاب عمره 17 سنه. نعم. وسيدنا الشيخ يعرف الكلام ده، ربنا يعلمنا ويعلمه. ربنا يكبر. فجاءت امه تمسح عن وجهه التراب وتقول له هنيئا لك يا بني الجنه. المصطفى صلى الله عليه وسلم علق عليها قائلا وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه. نعم. اصحاب الاشاعات الكاذبه اللي بيروجوا لهدم الدوله ويفتن الشعب بالجيش وضياع الدوله ويكسبوا ويتحرون الكذب لاشاعه الفوضى في مصر والفتنه بين الناس وبين الجيش، والله الذي لا اله غيره نحن في نعمه وفي امان في مصر. نعم. ونسال الله ان يديم علينا نعمه الامن والامان. نعم. اللهم امننا في اوطاننا. آمين. او اصلح ائمتنا وولاه امورنا. آمين. واجعلنا يدا واحده. آمين. فانا ارجو من اصحاب الالسنه الطويله يرقبوا ربنا الاول عشان مصر تدوم لينا. مصر لو مشت مش هترجع لنا تاني. نعم. نعم. والله ولن يكمل لنا دين الا بحب الوطن. انا بشكر حضرتك على هذا الكلام ينبع مني عن دين وليس والله عن اي شيء الا ان احنا نحافظ على وطننا وديننا. بشكر حضرتك على حاجتين يا حاج ياسر. والله العظيم مصر عظيمه. نعم. بشكرك على حاجتين. لو مشت ما هتجي تاني. اسمعني بشكرك على حاجتين. انا ارجو من اصحاب الالسنه الطويله خافوا من ربكم. نعم. راقبوا الله. نعم. وحافظوا على مصر. نعم. مصر عظيمة بشعبها وعلمائها. ونحن شعب فريد من نوعه. شعب فريد في أخلاقه وفي معاملاته. طب وفي سمته. طب اسمعني أنا عايز ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أشكرك وأنت بتسلم عليكم السلام. بشكرك على حاجتين، أولا حسن متابعتك لينا وثنائك على عنوان الحلقة، ثانيا غيرتك الشديدة على بلدك اللي أنا بشكرك عليها، وتحية مني مع حضرتك لمصرنا وجيشنا وشرطتنا وشعبنا الجميل الرائع وقيادتنا. وتاني بأكد على روحك الجميلة دي، ربنا يحفظك ويبارك فيك على كلماتك الطيبة الرحيمة. ربنا يحفظك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بحديث عجيب، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيكتب الله له رضوانه إلى يوم أن يلقاه، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقى بها بلا فيكتب الله له سخط. أعوذ بالله. إلى بالجملة الكلمة أمر مهم. نعم. يعني كلمة لا إله إلا الله كلمة، من قال 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 كلمة تدخل من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فقد وجبت له الجنة. كلمة. وكذلك نمتنع من الكلام في حق الآخرين، الكلام الذي يؤذي الآخرين. ده المحور الرابع. وقلنا في نقطة مهمة جدا. نعم. يوم ما ربنا يكرمنا وكلنا نشكر في بعض تأتي زيادة من الله. لئن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر الله عز وجل يكون بشكر بعضنا البعض. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ده يخلينا نروح مع حضرتك في محور تنوير المعاملات عشان وقتنا ابتدى. الله. وبنتكلم فيه عن حسن معاملة الجار. الله. والحذر من إيذائه واستكمالا برضو لمن. نعم. المفلس. نعم. ومن الغني بقى لو هناخد بعكس المفلس. نعم. ومن الغني. نعم. فحسن معاملة الجار. الله. ووصايا النبي للجار يا دكتور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجار لابد أن نعي بأن الجار من يجاورك، أبنائك أول جيرانك، الأبواب القريبة من بابك من جيرانك، أصحابك في العمل جيرانك، والصاحب بالجنب والصحب، كل من جاورك وكل من كان بجانبك هم كنز لك. نعم. أيما عبد مسلم شهد له أربعة من جيرانه بخير إلا أدخله الله الجنة. الله أكبر. هذا كنز. احتياج. هذا في صحيح البخاري. وكذلك في رواية الديلمي يقول الله عز وجل قبلت شهادة عبادي في عبدي وغفرت له ما لا يعلمون. هذا كنز عظيم أنك تمتنع عن إذاء من يجاورك حتى لا قدر الله ربما يعني تقوم بعمل عفوي ولا تقصده فيكون ذلك سبب مثلا في إذاء أحد من أبنائك، أحد من جيرانك، أحد من زملائك. أنت تسارع دائما أن توضح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكون لنا مواقع الشبهة في المصارعة. إن في الشبهة في المصارعة ونفي. نعم. الشبهة. نعم. يجوز ناخد الحاجة أم أحمد وده آخر اتصال معنا. طيب. ثم نرجع تاني لموضوع عدم إزاء الجار. طيب. في المصارعة ونفي الشبهة إن شاء الله. أختنا أم أحمد اتفضلي.
الو. اهلا وسهلا. مرحبا، عليك السلام ورحمه الله. لو سمحت كنت عايزه اسال فضيله الشيخ على سؤال. اهلا وسهلا، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسال فضيله الشيخ، احنا لما ساعه الموت وطلوع الروح بنحس بسكرات الموت ولا بيبقى حسب كل واحد وعمله؟ نشعر بسكرات الموت ولا لا؟ يعني عند طلوع الروح. نعم، يشعر المتوفى بخروج الروح وبسكرات الموت ولا لا؟ ده سؤال حضرتك يعني. حاضر حاضر يا حاج ام احمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك، اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني اخبرنا وقال عليه الصلاه والسلام ان للموت لسكرات، وكان يمسح عن وجهه صلى الله عليه وسلم الماء البارد ويقول ان للموت لسكرات. وهذه السكرات التي تاتي المؤمن يستفيد منها المؤمن في شيئين، الشيء الاول في رفع درجته، والشيء الثاني في تكفير سيئاته. كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله اذا احب لعبد منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغه اياها. فهذه السكرات بإذن الله تبارك وتعالى تكون للمؤمن رفعة في درجاته وتكفيرا لسيئاته. يشعر بها ولا لا يشعر؟ يشعر بها. يشعر بها. نعم، وشديدة طبعا. شديدة يشعر بها، يغيب عنها ثم يفيق. نسأل الله العافية. نعم، يشعر بها. طيب نرجع تاني لنفي الشبهات، واللي هو الحذر من إزاء الجار يعني. نعم. والمسارعة في جبر خواطره. في إرض... نعم. نعم، وفي إرضائه. وهنا أيضا نقطة في منتهى الأهمية. المؤمن قريب. المؤمن حرمت النار، حرمت النار على كل هين لين سهل الجانب قريب. حتى ان العلماء قالوا ان من 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 اعظم اسباب الهدايه، قال حتى اسمع عنهم، حتى اسمع منهم. لما جاء سيدنا عمرو بن العاص واراد ان هو ياخذ، واخذ يعني يقول ان هؤلاء الناس يعني غلطهم شديد، تركوا ديننا. الصحابة اللي راحوا كم يكون ذهبوا للنجاشي، من فارق. نعم. دينه ولم يدخلوا في دينك، كلام جيد، ولكن قال كلمة جميلة، قال حتى أسمع منهم. هذا أمر مهم جدا جدا. فلان قال والله الدكتور طارق كذا وكذا وكذا، هذا لا يجب أمر جيد. أن أبني عليه بقى. لا بد أن أترك كل هذا ولا أبني عليه شيء إلا أثمت. لكن ماذا أفعل؟ أسمع. حتى أسمع منه. نعم، ما بال كذا، ما بال كذا، اسمع. حتى ان سيدنا النبي عليه السلام لما جاء هذا سيدنا حاطب يرسل رساله الى المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خيانه عظمى تهد دوله الاسلام كامله. والرسول عليه السلام لم يعاقبه على شيء من ذلك، حتى قال ساله ما حملك على هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ يريد ان قال والله يا رسول الله ما فعلت ذلك محدثا لله ورسوله، ولكن يعني كل يعني احد له يعني باع في 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 قريش الا انا ليس لي شيء، فاحببت ان يكون لي. أن سبحان الله، مع انه جاي متلبس اهو. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهمه مباشره، ولكن ساله ما دفعك على هذا؟ الله. نعم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظن فان الظن اكذب الحديث. كل ده في حق الجار، ان يجب اني اتيقن ما اسمعش عنه. وضرب مثل جميل في هذا الموضوع، ان احد الجيران ظنا خاطئا بان احد الجيران سرق فاسا مثلا عنده، ضاع منه الفاس، ظن ان جاره، اصبح ايام حوالي اسبوع كامل وهو يراقب حركه جاره، ويرى في كل حركة من حركاته أنه لديه. نعم. وبعد أسبوع وجد الفأس مختبئة في مكان في الدار. نعم. فقال الله أكبر، وكل هذه الظنون التي كنت أبني عليها هو يفعل ذلك. نعم. ويعمل برأسه هكذا ولا يرد السلام لأنه سرق فأسه وكذا. قال كل هذا إيه؟ من الظن السيء، اتقوا الظن فإن الظن أكذب الحديث. الحديث بتاع حتى ظننت أنه يورث. نعم. في حق الجار يا دكتور. نعم، لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني ده من بتأكيد على أنه. نعم. معاملة الجار معاملة حسنة وطيبة ولا ينسى العبد أن الجار هو الجار، ولا ينسى أن ابني جار وزوجتي جار
وصاحبي في العمل جار، وأقاربي جار، كل هؤلاء جار. نعم. وجب عليه نعم. أن يراعيهم. كل من كان جنبي هذا كنزي. نعم. أنتم شهداء الله في أرضه. نعم. جينا بقى دكتور لقصة هذه الحلقة الجميلة عشان نعم. نبقى نقول عندنا السؤال. عندك كم دقيقة دلوقتي؟ معنا 5 دقائق. 5 دقائق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قصتنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن شخصين أقارب وأصدقاء وأحبة. نعم. يعني هم أقارب وكمان أصدقاء وأحبة. هذا عنده 100 فدان وصديقه عنده 100 فدان. 100 فدان بجوار 100 فدان وبينهما ترعة، قناة كبيرة لسقيا 100 فدان والمئة فدان. فأحدهم جاء بآلة تنظف هذه الترعة بهذا الطول الكبير حتى يكون الماء أنقى وأكثر تدفقا. فكان هذا السائق لهذه الآلة وهو ينظف يجرف من جاره قليل يعني. فبعض الناس لا قدر الله، هنرجع بقى للكلمة، الكلمة اللي هي إيه؟ النم التي توقع ما بين الناس. نقل كلمة إلى الصديق الآخر قال شوف يا فلان إن جارك يجرف من أرضك. من أرضك. فهو ذهب وفعلا وجد السائق لهذه الآلة يأخذ قليل يعني يترك من هذه الناحية ويجرف من هذه الناحية. فقال متبسما يا فلان يعني خليه يمشي عدل، وادي الحديدة بتاعت الحكومة يعني الكلام. فالتاني في غفلة من الكلام قال يا فلان احنا ما طلبنا منك شيء، انا كلها عاملها الفلوس الكام ألف اللي دفعتهم، ما طلبت منك شيء ولا قلت لك ادفع، يعني كلام زي كده. قال له انا مش بتكلم عن الفلوس. وبدأ الجدال ودخل الشيطان بينهم، وإلا العائلتين بالكامل بيتطحنوا بسبب كلمة. نعم. والدنيا اتقلبت، الله أكبر. فين على آخر اليوم على صلاة العشاء كان بدأ الجو يهدى ويصفوا النفوس الشحناء. نعم. بعد العشاء لم يستطع أن يأكل شيء ولا يعمل أي شيء ونام. قال عندما نام فرأى في الرؤيا أن أرضه 100 فدان ممتلئة عن آخرها بالناس. فنزل قال أنت وهو بوظت الزرع. فكل هؤلاء الناس بالكامل في نفس واحد وفي بيد واحدة. قالوا إيه أنت إيه؟ قال لهم أنا إيه؟ أنا صاحب الأرض. فقالوا له كل اللي أنت شايفه ده كان بيقول أنا صاحب الأرض، إحنا اللي زرعناها قبلك. فتعجب قالوا له وأنت بكرة هتكون معانا برضو. قام من نومه هو بيقول سبحان الله، سبحان الدايم. الشعور بأن الدنيا فانية والآخرة باقية يخلي العبد يشتري الآخرة، يشتري الآخرة، ما يتخنقش على الدنيا، ربنا ما يتشحنش على الدنيا. لذلك ناخد سؤالنا النهاردة. وقتنا الحقيقة نحتاج للسؤال. طيب الحلقة ناخد سؤال الحلقة النهاردة. ماذا نستفيد من علمنا بأن الدنيا فانية والآخرة باقية؟ ماذا نستفيد بأن ماذا نعلم نستفيد؟ بأن الدنيا فانية وأن الآخرة هي الباقية. تمام. حقيقة دكتور مجدي الكلام مع حضرتك الحقيقة يعني ما بنحبوش يخلص. وأنا براجع كده، احنا كنا النهاردة بنتكلم في تنوير التفكير عن أتدرون من المفلس، واتكلمنا في تنوير السلوك عن العبادة في الخلوة، واتكلمنا في تنوير الأفعال في حق الجار وعدم إزائه، وكانت القصة النهاردة عن الأرضان المتجاوران وأن الدنيا فانية يعني. فإحنا أنا بشكر حضرتك، وكان سؤالنا النهاردة ما فائدة أن نعلم بأن هذه الدنيا فانية وبأن الآخرة باقية؟ ده كان سؤالنا النهاردة، وده اللي بنختم بيه مع حضرتك. بشكر حضرتك على هذا اللقاء الماتع الجميل، فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. أما عنكم أيها السادة بشكركم لحسن المتابعة، ووعد باللقاء السبت القادم إن شاء الله وحلقة جديدة من قرآن يمشي. حتى ألقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.